أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. صالحا
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله سبحان الله والقمر إذا تلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله بسم الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروا
سواها، ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. أمنت بالله صدق الله.